نروح لأخبار القلعة البيضاء. نادي الزمالك ونبتديها من عند مجلس الإدارة واللي كثف اتصالاته مع طارق حامد من أجل العودة للقلعة البيضاء في يناير. وكشف مصدر داخل الزمالك أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بيضغط على اللاعب من أجل أن ينهي عقده مع دمق السعودي ليتم ضمه إلى صفوف الفريق الأبيض. وتابع المصدر أن مجلس الزمالك اتفق على التعاقد مع اللاعب لمدة موسم ونص حال إنهاء عقده مع دمق السعودي في يناير المقبل. أضاف كمان المصدر مجلس الإدارة بيرفض التعاقد مع اللاعب من دمق السعودي حتى لا تتكلف خزينة الزمالك مبلغ كبير في الصفقة. نروح لخبر ايضا بخصوص جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك عن عبد الواحد السيد مدير الكره وضروره معرفه الشخص اللي بيقوم بتسريب اخبار الفريق خاصه التشكيل قبل كل مباراه. الحقيقه انه جوميز متضايق جدا، مدير الكره ايضا زعلان، وجوميز عايز يعرف من مدير الكره مين مصدر التسريبات دي. وجوميز مش هيقبل ان تستمر المشكله دي داخل الفريق على فكره، واي لاعب بيتم إثبات إنه وراء التسريبات دي هيتم استبعاده تماما من الحسابات ولن يكون ليه دور مع الفريق. وعلى فكرة ده يخلينا برضو نتوقف مع حضراتكم إن كان في لعيبة بدون ذكر أسماء اتقال إن هما كانوا السبب في تسريب التشكيل، اللعيبة دي رحلت عن نادي الزمالك. يعني لو أنت رجعت هتكتشف إن مش دي اللعيبة اللي كانت السبب في تسريب التشكيل، يبقى الموضوع فيه مشكلة ويجب على مجلس الإدارة ويجب على المسؤولين وعلى المدير الفني وعلى مدير الكرة يعرفوا إيه المصادر وإيه الأسباب، وهل في صحفيين ممكن يكونوا بيحضروا التمرينات وبيخرجوا ده؟ هل في مصادر؟ هل في لعيبة؟ هل كل الأسئلة دي الإجابة هي داخل نادي الزمالك وداخل التفاصيل اللي تحدث في نادي الزمالك، وبالتأكيد الإجابة دي هتكون عندهم هم بس. أما بقى عن مصدر داخل الزمالك فمجلس الإدارة بيسعى أيضا خلال الأيام المقبلة القادمة إنه هو يحسم الاتفاق مع مسؤولي فاركو لضم محمود جهاد لاعب خط وسط الفريق. وتابع المصدر إنه مجلس الزمالك بيضغط على إدارة فاركو من أجل عدم المغالاة في طلبات النادي المالية للاستغناء عن خدمات جهاد. نجح مجلس الزمالك في الأيام القليلة الماضية في الحصول على توقيع جهاد، والذي طلب من إدارة الزمالك حسم الصفقة بشكل نهائي مع إدارة فاركو.